زين الآن أنت عند الإمام حسين ليس تحتفل لا، وإنما أنا أقول سيدي أبا عبد الله أولئك الناس يرقصون ويغنون ويتحدون الله ويعلنون الحرب على الله الذي يظهر مظاهر الفسق والفجور في هذه الليلة يكن من يكن، هذا إعلان الحرب على الله تبارك وتعالى. نعم أنا أجي في هذا الوقت عند الإمام الحسين، أزور الإمام الحسين وأطلب من الله المغفرة، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم لا تنزل علينا البلاء بأغبياء القوم، بجهلة القوم الذين اعتدوا على حرمة هذه المدينة المقدسة. فهذه نعم، أما أحتفل عند الحسين هذا غلط، أحتفل بين الحرمين هذه عبارة أنا أتصور كثير من الشباب يطلقونها بدون معرفة. إحنا مشكلتنا، أنا بيّنت جناب الكريم، إحنا مشكلة معرفة عندنا.